نسالي نجوم وضع الخيال ونبات لالي مداني نوم ضعف دراعي ولا تنساي وطار الليل ما بان هلاله نساني نجوم وضع الخيال الله بابا اول مره كنتعاملوا مع حيوان وحيوان ماشي دريلي صغيوار ولا شي حاجه ولا شي حد اللي كيفهم مسكين فهمتي يعني باش نولفوه خصنا نبركوه معاه كنبركوه انا وهاد البنت كنبركوه معاه في الدار وكنقول لبنا ملي وصلنا للصحراء شبع فينا قميش ونتيفو وظهري انا هنا وهي هي بقى كان كيبان انه بحال لعب معكم الدور الناس ولفنا دابا تصور ولفنا لدرجه ابراهيم الشكري ولا كيتعامل مع بحال شي ممثل كيتقلق ولا ما دارش شي راكور ولا كيصاوب بعقلو فهمتي ولا كنتعاملوا مع حاجه وهو فراجيل القريد الا مسيتيه في الزرو مسكين تقدر تاثر عليه الا انا واحد الوقيته ملي كان واحد المشهد ديال لاديون انا وكليلا والمشهد خصنا نحيدو من يدينا باش نلقاو ديك الشيء اللي غادي يتلقى اللي غيشوفو ان شاء الله الجمهور لحنا في الماء بدا كيسب فينا كنحس بكي داك يسب فينا بقى خاصو غير بالكلاب غير دوك الكاو والباء والدا سميتو ويبدا خدام يعني كانت واحد العلاقه غريبه معاه والبارح مسكين ملي جا عندنا في التصوير كتحس زعما وبينو بينا كان بزاف على كنحسن بزاف ديال الممثلين بصراحه قالوا والله ما دوا معنا على كونطرا ما قالنا ما وكلتونيش انت غنعس انت غنفيق ما كيتناقرش ما كينمنم ما والو كيجي كيخدم كيضرب معنا تماره كنشدوه انا وهادي واحد 13 ساعه مسكين كيبرك معنا ام ونهار وتنفرحوا ليه بعض المرات كنضحكوا ملي كنعرفوا راه ما خدامش تنقول لي القادر مستراح القادر ولاش فهمتيني كنفرحوا ليه انك تخرفس معنا بصراحه كتهزدوه دايا وكنحسدوه بعض المرات ملي كنخليوه بوحدو فهمتيني بروفيسيونيل هذاك القريد وكان بروفيسيونيل غريب ذاك القريد لدرجه المخرج ولا كيتافي ولا هو البطل ولا المخرج كيتعاون كيدير مع القرد راه قلنا في حوار قلت لك انك كتعامل مع القرود كتعاملوا معنا حنا كنا حنا فين يعني